كل الكوابيس والمخاوف في عقلنا الباطني حول ألم الأسنان وزيارة الطبيب أدت إلى قلة الوعي في مجتمعنا حول صحة الفم والأسنان، فمعظمنا يعتقد أن تنظيف الأسنان أمراً كافي، لكن اللثة لها دور أساسي في ثبات الأسنان، فعدم الاهتمام بها قد يؤدي إلى فقدان الأسنان. أليس هذا مخيفاً أكثر من طبيب الأسنان؟ أنا دكتور منذر الهريني سأقوم بشرح مفصل مع شركة هيمالايا خبراء الأعشاب الطبية لصحة اللثة خلال 21 يوماً حول كيفية المحافظة على اللثة. أراكم.